وللمزيد حول صمود المتظاهرين ورفضهم للعملية السياسية ومرشحيها رغم التحديات التي تواجهها والمتمثلة في الانتهاكات المستمرة من قبل القوات الحكومية والميليشيات من ناحية وتفشي فيروس كورونا من جهة أخرى، ينضم إلينا عبر سكايب من مالمو الكاتب والمخرج العراقي علي ريسان. سيد علي، بداية مرحبا بك. في البداية، رغم الانتهاكات المستمرة ومحاولات إعلام الحكومة إرهاب المعتصمين بفيروس كورونا، لا يزال المتظاهرون صامدين في الميادين. إلى أي مدى ستقفون أمام محاولات تمرير مرشح جديد بعد فشل تمرير نعيم السهيل؟ نعم، أولا مساء الخير على قناة الرافدين وعلى قائمين عليها وعلى أبناء وطني في داخل العراق وخارج العراق. أهلا بك. أهلا بك. الحقيقة استمرار التظاهرات مرهون بمطالب المتظاهرين من اول يوم انطلقت فيه المظاهرات من ساحه التحرير وتعممت على باقي المحافظات وفي بعض المدن الاوروبيه رغم قلتها وخجلها في نفس الوقت. انا اعتقد انه الحكومه الحاليه او القائمين على السلطه من سنوات الاحتلال منذ عام 2003 ولحد الان، نعم، ليس لديهم مشروع وطني قائم وليس لديهم يعني نقدر نقول برنامج وطني او مشروع لبناء مواطنه حقيقيه لقيامه انسان لقيامه وطن. لذلك المتظاهرين ما زالوا مصرين على رغم انه الكثير من 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 التظاهرات شابهه الملل. انا اعتقد هذا الملل هو سبب انه المماطله التي تحدث وهم يعولون على الملل حتى تنكس الروح العراقيين حقيقه. نعم. طيب سيد علي، يعني وانت تعرف الكتل السياسيه فشلت مجددا في التوافق على نعيم سهيل، هل ترى ان صمود الشارع كان له اثر في الوقوف امام تمرير السهيل؟ طبعا، هو لانه لو لم تكن هناك تظاهرات، لم يكن هناك شهداء، لم يكن هناك مخطوفين، لما ارتبكت العمليه السياسيه وهي اساسا مربكه. يعني انا الحقيقه يعني التعويل على التظاهرات، ايضا احنا اول مره نتحدث عن القائمين على التظاهرات. التظاهرات الان اصبحت شبه مهلهله بسبب يعني عدم اختيار قيادات حقيقيه، وهذا حقيقه يحسب على المتظاهرين. يعني اول مره احنا خلينا نتحدث عن اساليبنا كمتظاهرين، وبعدين نتحدث عن الطرف الاخر، الطرف القاتل، الطرف القناص، الطرف الخاطف. المتظاهرين الان خلال هاي 3 أشهر المفروض تكون عندهم قيادات، يعني قيادات تحاول ان تحاجج، تحاول انه تخاطب الامم المتحده، تحاول ان يعني احنا ايضا نلام بسبب المماطله. احنا لكن ما باعتقادك يعني سيد ما علي، سيد علي، باعتقادك صمود صمود هؤلاء المتظاهرين وبقائهم في الساحات، الا ترى انه يمثل عقبه وحائط صد ورفض لتمرير فكرة نعيم سهيل مثلا؟ لا، هي مو فقط نعيم سهيل، يعني حتى القبلة علاوي والقبلة والقبلة، يعني هم يحاولون أنه يشترون أنفسهم. يعني هم نفسهم يعني اللي يشتغل بالخط الأول يجي الخط الثاني، اللي يشتغل بالخط الثالث، يعني معروف حتى مو للإنسان الواعي والإنسان المتابع للتظاهرات وللألم العراقي ولقيامة العراق، لا، حتى للإنسان العادي اللي بايع السجائر، يعني نقدر نقول في ساحة التحرير، أو الإنسان البسيط أو المعدم. هم الآن يراهنون على موت وقمع واندثار التظاهرات، وأنا أعتقد هذا الشيء يعني هم خطأنين فيه، لأنه ما أعتقد أنه قيامة الشعب تنتهي. ممكن أنه يعني بسبب الظروف وبسبب فيروس كورونا يعني ممكن أن تتأثر، ولكن أن تنتهي أنا أعتقد هم خطأنين، لأنهم هم حساباتهم جدا خاطئة. في ذات الموضوع، المراهنة على مدى صمود الشباب في الشارع وبمختلف الساحات والميادين، سيد علي، في تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يقول إن هدف إيران في العراق هو إنهاء التظاهرات بأي شكل. لماذا باعتقادك، لماذا إيران ترى في التظاهرات هذا الخطر الكبير؟
لأنه قيامة التظاهرات يعني استعادة العراق للعراقيين هو انتهاء حكم ولاية الفقيه، وأنا أسميه السفيه، آسف للمفرد اللي متعود عليه. ما يأتي من إيران بالمناسبة، حتى نربطها بفيروس كورونا، الآن حدود مفتوحة، وإحنا شفنا التقارير المخزية والمخجلة، بحيث حتى رجال الجمارك، رجال الحدود، هذا انسحبوا، شفنا أكثر من منفذ عبارة عن يعني متروك يعني، وشفنا الشباب العراقيين اللي سجلوا فيديو ساخر بحيث عبروا من جهاز السونار والجهاز الفحص بشكل كوميدي مخجل يعني للحكومة العراقية ولتاريخ هاي الحكومات اللي جت بعد الاحتلال. احنا نعرف تاريخا يعني احنا نعرف تاريخا انه النظام الايراني كان من يعني في سنه للتاريخ يعني حتى يتذكرون، لانه انا دائما ما اعول على التاريخ حتى نقدر يعني نقدر نبني امال على المستقبل. تفضل في بإنجاز سنه لو سمحت. نعم، في سنه 1834 كان اكو وباء الطاعون. وباء الطاعون دخل عن طريق كرمانشاه ايران، اخذ من ارواح العراقيين 7000، وهذا موثق في كتاب لمحات من التاريخ للمفكر الكبير دكتور علي الوردي. فالان هو نفس الحاله، يعني الان العراقيين هم بدأ بلا مستشفيات، هم اساسا عرضه للامراض وعرضه، لان احنا ما عندنا مستشفياتنا، مستشفياتنا الان في كل العراق اذا تدخلها تاخذ وباء، يعني ما تطيب، يعني اذا تدخلها انت يعني عندك مثلا حاله من ارتفاع درجه الحراره ممكن تطلع بمرضين ثلاثه، وهذا معروف للعراقيين. لذلك وهذا ما اكد عليه وزير الصحة بحيث طلب 5 ملايين دولار، 5 ملايين دولار هي أعتقد تفاليس بالنسبة لأي حوت أو أي مرجع الآن صعد على أكتاف ودماء وأرواح وآلام العراقيين. شكرا. يعني الآن وزير الصحة طلب 5 ملايين لحملات وقاية، ما صار له شهر، وأنا أعتقد أنه العراق إذا استمر الوضع على هذا الحال راح يكون أكثر بلد، يعني حتى ممكن ايطاليا يتجاوز الاعداد بايطاليا، بس انا يعني اقول قدرنا هذا، انه احنا دائما يحكم هذا الوطن مجموعه امعات وسفله وارباب سوابق. الكاتب والمخرج العراقي علي ريسان، كنت معنا عبر سكايب من مالمو، شكرا جزيلا لك.